عامين على التوالي، وقناة ميوزك الحنين هي الأفضل دائما. مؤسسة عيون تكرم قناة ميوزك الحنين كأفضل قناة غنائية لعام 2014، والفنان سامر سالم كأفضل ماسترينج. مبروك لمشاهدين قناة ميوزك الحنين الفضائية، هاي جائزة أفضل قناة مشاهدة لعام 2014 فازت بها أيضا قناة ميوزك الحنين. وطبعا هاي جاية يعني من الرأي العام وضمن استفتاء صار عن طريق الانترنت وعن طريق شبكة الإعلام العراقية. أهني طبعا أنا وزارة الثقافة والإعلام على هذا المهرجان، وبالأخص مؤسسة عيون وكل الناس اللي ساهموا بنجاح هذا العمل. أهني صديقي وشريكي حبيبي سوران علي شريف المخرج، وأهني أنه فاز أفضل جائزة مخرج كليبات فضائية لعام 2014. والمخرج سوران علي شريف أفضل مخرج لهذا العام. مبارك لمشاهدينا الكرام هذا الإبداع المتواصل على مدى 4 سنوات. نعم، ميوزك الحنين الأفضل دائماً.